شكري يؤكد ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة للوصول لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة. لقاء تاريخي اليوم بين بابا الفاتيكان والمرجعية الشيعية العليا في العراق بمدينة النجف. الصحة تعلن تسجيل 579 حالة إيجابية جديدة بكورونا و45 حالة وفاة. السادسة صباحاً الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية إفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد شكري على أن إقدام إثيوبيا على خطوة ملء السد بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة. يشهد العراق اليوم لقاء غير مسبوق يجمع بين البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والمرجعية الشيعية العليا على علي السيستاني في مدينة النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة البابا التاريخية إلى البلاد. ومن المقرر أن يعقد الرجلان لقاء مغلقا لمدة ساعة بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام. أعلن التحالف العربي في اليمن عن تدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتها قوات الحوثي باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان بالسعودية. وأوضح المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي أنه تم تدمير نحو 8 طائرات بدون طيار خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين. قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه صار من الملزم التعاون بين الإدارة الأمريكية والكونغرس بشأن التوصل لتشريع جديد لإلغاء الصلاحيات الرئاسية الراهنة حول إعلان الحروب لتحل محلها صلاحيات أضيق. وأكد البيت الأبيض استعداده للتعاون مع الكونغرس فيما يتعلق بتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح لرئيس الولايات المتحدة، وذلك بعدما أثارت الضربات العسكرية التي وجهتها واشنطن لأهداف سورية حالة من الجدل حول صلاحيات الحرب. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 579 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة. وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 533 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 143 ألف حالة. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة ورابعة من جائحة كورونا حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية. وشدد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك راين خلال مؤتمر صحفي على أن ظهور اللقاحات ضد الفيروس يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة. نهاية الموجز. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب رأسي. شكرا لكم على حسن المتابعة.